صاحب الجلالة أكيد أننا نحتفي ونفخر بمغربيتنا، نفخر بوطنيتنا، نفخر بمواطنينا الذين أينما حلوا وارتحلوا إلا ويتركوا بصمات تؤكد على أن المغاربة هم شعب الحضارة، المغاربة هم شعب التاريخ، المغاربة هم وطنيون ومواطنون. من جهة لن تجد لها نظيرة في أي بقعة من الرمال. أغلى وأغنى وأعز على قلوب المغاربة ذكرى يوم بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شعار في الإنتاج متعاونون وفي الشراء متضامنون. أسواق تجوب مختلف ربوع الجهة، مختلف عمالات وأقاليم الجهة، انطلقت من مدينة فاس وهي تحل اليوم بمدينة مكناس وستحل بعده بالعديد من المدن. مقومات طبيعية يسعى مجلس إلى التعليم بين المنتجات المجانية إلى دعم هذه المقاولات وهذه التعاونيات، وشكرا لمجلس قيادة فاس رئيس مجلس التعليم العارض والتعاونية تقديم هذه وكذلك منتوجات بالتجميل تنهل من الفضاء، تنهل من أزيد من 60 رواقا، أزيد من 60 عارضا تحضر بمدينة مكناس. آمنوا بأفكارهم، آمنوا بقدراتهم، فأهدرنا الذي نهنئه بهذه المناسبة والمنتجات المستقبلية. أهداف من أهمها المساهمة في التصوير والمساهمة في الإشعاع والمساهمة في التربية المجالية، التربية المجالية. وجب أن نكون كلنا متعاونون متضامنون في هذه المناسبة، كل من موقعه يساهم، وهي روح المواطنة، روح تربية، روح المواطنة، روح المواطنة كما قال عنها صاحب الجلالة في إحداث قبل تتجلى في التفاعل مع المحيط المحلي ثم المحيط الجهوي وبعده المحيط التنمية الجهوية. التنمية الوطنية على هذا الضرور اللافت لمختلف المكونات في هذه الأسواق النموذجية. أكيد المؤسسات المالية حاضرة كذلك من أجل دعم الاستثمار، من أجل دعم المقاولات، تسعى للرقي بسعي مؤسساتها الحاضرة في مختلف المجالات في المشهد المغربي. مدينة كل مكوناته، لمستشاريه، لمكتبه وبرئيسه، ولا ننسى أطره التي تسعى جاهدة إلى العمل الإيجابي من أجل إيجاد هذه المبادرات. أسواق أتفاس مكناس بكل مكوناته، لمستشاريه، لمكتبه وبرئيسه، وبهنا منتوجات تنهل من المجال الجغرافي، منتوجات بيئية، ومنتوجات من إبداع أنامل ذهبية. والذي تأتي هذه الأسواق المتنقلة لدعم التسويق منتوجاتها.
المنسوجات لدعمي لهذه المنسوجات معرفة وسوق المتنقل يصل اليوم إلى إنفاس من مكناس ممتازة.